اليوم بتاريخ 2/1/2023 نحن بمؤسسة أورينت الإنسانية وبالتعاون مع منظمة تحالف الأديان أمننا حاوية جديدة من الأدوية النوعية والمستهلكات الطبية. وما يميز هذه الدفعة من الأدوية كونها تحوي كميات كبيرة من الأدوية السرطانية وأدوية التصلب اللويحي، وهي أدوية غالية الثمن وغير متوفرة في السوق المحلية، وسيتم توزيعها لاحقا على مديريات الصحة والمراكز الطبية والمشافي المختصة لضمان وصولها إلى جميع المرضى وبشكل مجاني. إن شاء الله أورينت الإنسانية مستمرة في تقديم الأدوية والاحتياجات الطبية في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع الطبي وقلة الدعم.